تحريف الهيت وهو دريم تيم. في حراسة المرمى رامسديل من أرسنال هيلاعب أستون فيلا ماتش صعب ويمكن كمان يستقبل جون، ولكن عدد التصديات بتاعته هيكون عالي. اللاعب الثاني والاول في خط الدفاع هو رومان سايس، بيلعب ليدز يونايتد، فرقه عندها مشاكل كتيره في الكور الثابته، وبالتالي انا هروح مع رومان سايس على اعتبار ان هو ممكن يطلع يخطف واحده بدماغه زي ما كودي خطف الماتش اللي فات. اللاعب الثاني في خط الدفاع هو ريكاردو بريرا ليستر سيتي، مع مشاكل برينتفورد الواضحه في الاطراف هيكون الخيار الثاني. الخيار الثالث هو سيرجيو ريجليون قدام ويست هام اللي عنده مشاكل كتيره في الناحيه اليمين، سواء من ناحيه الباك او من ناحيه الجناح. ما حبيتش ان اعمل دبل اب من اي دفاع عشان ما يكونش في مخاطره، وزع الريسك في كل حته عشان تقدر توصل لاكبر عدد ممكن من النقط. نص الملعب هنختار اربعه، الاول هو سون هيونج مين من توتنهام قصاد ويست هام، والثاني هو سعيد بن رحمه من ويست هام قصاد توتنهام، اعتمادا على ان الفريقين عندهم اهداف في المنافسه على المقاعد الاوروبيه. الاثنين دفاعهم عنده مشكله والاثنين اقوياء في الناحيه الهجوميه، فممكن نشوف اهداف من الطرفين. اللاعب الثالث هو بوكايو ساكا من ارسنال قصاد استون فيلا، واللاعب الرابع هو هيرفي بارنز، وده اللي انا متوقع له ان هو يكون واحد من اللعيبه اللي ممكن تنفجر الجوله دي، من ليستر سيتي قصاد برينفورد. هو اللاعب الابرز في ليستر سيتي، بيلعب على الجناح اللي برينتفورد عنده مشاكل كتيره فيه، ممكن نشوفه بيسجل او بيصنع، وليه لا الاثنين. وفي الهجوم اولا هاري كين، اللاعب الاكثر توهجا في الدوري الانجليزي في اخر 3 4 جولات، بيقدم مستويات مميزه جدا مع توتنهام، ومن المتوقع ان هو يواصل هذه الرحله. كين هو هداف ديربيات لندن المعتاد. اللاعب التالي هو راؤول خيمينيز قصاد ليدز يونايتد، فريق اللي عنده مشكله واضحه في الناحيه الدفاعيه، ويقدر خيمينيز ان هو يسجل فيه مره تانية. كمان لعبته ممكن ترتكب ضربات جزاء، وده اللي بينفذها راؤول خيمينيز. اللاعب الاخير هو ايفان توني من برينفورد قصاد ليستر سيتي، اعتمادا على مشاكلهم في الكره العرضيه وفي الكره الثابته، وفي اجاده ايفان توني للراسيه. مفيش كوتينيو، مفيش ماتيكاش، هو ريسك. يعني ماتش ارسنال استون فيلا ده في رايي هو ماتش 1-0 1-1 ماكسيموم، فانا قررت ان انا اراهن في فريت، لو انا فريت هراهن على الجنب بتاع ارسنال ان الماتش غالبا يخلص 1-0 لارسنال، وبالتالي ابقى استفدت من الناحيه دي. تقدر توزع رهانك، تقدر توزع رهانك عادي جدا، تقدر تشيل سعيد بن رحمه وتحط كوتينيو مثلا، تقدر تشيل خيمينيز لو انت مش واثق فيه خالص وتحط مكانه كوتينيو، عايز تشيل واحد فيهم وتزود ماتي كاش فوق في خط الدفاع براحتك، بس بشكل عام انا قررت اخد الصف بتاع ان ارسنال ممكن يكسب 1-0. واخر حاجه معانا هي فقره الكابتن. فرق الكابتن الاول واللي اغلب الناس هتروح له هو هاري كين قصاد ويست هام، ده الخيار الاول، او سون اللي عندك فيهم هيكون خيارك الاول للكابتنه. الاختيار الثاني هيكون ساكا، ما بعد كده فهي كلها خيارات ريسك. انا بالنسبه لي هختار اسمين، الاسم الاول هو هيرفي بارنز من ليستر سيتي قصاد برينفورد، والاسم الثاني هو ايفان توني من برينفورد قصاد ليستر سيتي. اتوقع ان الاثنين دول يتالقوا قصاد بعض بشكل كبير جدا، ونشوف اجوان من الناحيتين.